هبدأ ان انا اروح في المنطقة اللي فوق دي سوهو 6، نيبل كونفيجر تيرمينال بوست سوهو 6، بعدين هقول له انترفيس جيجا 0 على 1، اي بي ادرس دي اتش سي بي اي بي نت اوت سايت، نو شوت داون، بعد كده المفروض انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي ادرس 192.168.1.1.3.255.0 نو شوت داون اي بي نت انسايت، بعدين اي بي اكسس داش ليست اكستندد و اسمها ماي برايفت، انا كنت كده يعني وانا بقول الاكس كنترول ليست كان هيبقى عندي مشكلة في النت، يعني لازم أكون متأكد من الكلمة أنا متعود أكتبها إزاي. بعدين بعد كده deny أي أي بي باكت 192.168.1.0.0.0.255 وراح لي أي حد أوله 10.0.0.0، وده علشان أنا بتكلم على الشبكات الداخلية الفرع الثاني اللي هو هنا، الشبكات دي اولها 10، ممكن اعمل كل واحده لوحدها بس كده كده يعني 10 ده برايفت اي بي، فانا مش يعني مش هيمر عليا ان انا عايز اتعامل بيه في اي حاجه. فانا هقول كده 0.255.255.255، بعدين هقول له يعمل بريمت للنات لما تكون الباكت خارجه من هنا وراحه لأي حد تاني اني، هقول له اي بي نت انسايت سورس ليست ماي برايفت، بعدين عندي بقى المفروض الانترفيس جيجا 0 على 1 و اوفرلود، هروح بس دلوقتي اتشيك دو شو اي بي انترفيس بريف، طيب انا ما خدتش اي بي بالدي اتش سي بي من الجيجا 0 على 1، هروح اتشيك الراوتر اللي هنا ده الكود، انيبل شو رانينج كونفيجريشن سيكشن اي بي دي اتش سي بي، انا كده بشوف هل انا عامل اصلا كونفيجريشن دي اتش سي بي ولا لا، جايز نكون نسينا، هو انا عامل كونفيجريشن 65.1.1.0، طيب خليني اقول له شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج، الاقي ان 65.1.1.2 ده متاخد لماك ادرس تاني غير الماك بتاع الراوتر بتاعه، يبقى انا برضو هعمل ايه، هقوله كده كلير
اي بي دي اتش سي بي بايندنج اول انتريز، وبعدين اروح اسحب اي بي تاني من سوهو 6 هقول له ريليز دي اتش سي بي انترفيس المفروض جيجا 0 على 1، بعدين هقول له رينيو هقول له تاني كده شو اي بي انترفيس بريف، خلاص هو اخد اي بي اهو تمام. هقول له تاني بس شو اي بي انترفيس بريف عشان اشوف حاجتي تمام، شو اي بي انترفيس بريف لان انا خدت اي بي، شو اي بي راوت هتلاقي كمان ان انا خدت ديفولت راوت. طب انا بس عشان التانل اتاكد ان ما فيهاش مشاكل هبنج على 64.1.1.6 تمام. انا كده اتنقلت من اي اس بي لاي اس بي، لان خدوا بالكم ان انا الراوتر ده واخد المفروض الاي بي ادرس بتاعته من اي اس بي الاوتونوموس سيستم 200، لكن ده واخد من الاوتونوموس سيستم 100، يبقى انا متاكد ان البي جي بي شغال هنا تمام. اروح تاني كده اكمل الشغل بتاعي اقول له طب لو سمحت انا لو عايز اعمل بينج من او بينج على 4 8 ومن الشبكة الداخلية بتاعتي اللي هو السورس هيكون 192.168.1.1 بيقول لي في مشكلة نتورك مش معروفة بالنسبة لي، انا عايز اشوف انا وقفت فين بالظبط. هدخل على الكونفيجريشن مود واقول له نو اي بي دومين داش لوك اب، بعدين هطلع بره كده واقول له لو سمحت اعمل لي تريس راوت على 4 8. هتلاقيني ان انا فوت على 65.1.1.1، وبعدين 65.1.1.1 ده هو اللي عنده المشكله. طيب المشكله هنا هتكون في ايه؟ خليني اروح اشوف اي اس بي 2 كور. ممكن تكون المشكله ان الاي اس بي ده ما يمتلكش ديفولت راوت، شو اي بي راوت زي ما احنا شايفين هو ما يمتلكش ديفولت راوت. عشان يمتلك ديفولت راوت هروح ايه؟ هروح على الراوتر اللي احنا عملنا ادفرتايزمنت للديفولت راوت من عليه اللي هو اي اس بي 1 كور، وبعدين هروح كده عليه اقول له شو اي بي راوت، هلاقي ان نوعيه الراوت اللي هو اللي هو استلمها دي ستاتيك راوت. كل ما في الموضوع اني هاجي ببساطه اعمل كده، بس كتبت كلمه اكزيت غلط. شوف انا ازاي هخلص الموضوع في ثانية، مش هياخد مني وقت. بس منتظر تمام. انيبل كونفيجر تيرمينال، وبعدين هقول له راوتر بي جي بي، وبعدين الاوتونوموس سيستم بتاعه 100. هقول له لو سمحت اعمل ريديستريبيوت للكونكتد راوت، او سوري قصدي للستاتيك راوت، بعدين هقول له رايت. خليني ارجع تاني على اي اس بي 2 كور اقول له شو اي بي راوت، انتظر لحظات لان احنا عارفين ان البي جي بي راوتنج بروتوكول بطيء. ممكن اتشيك هنا الاول او هنا الاول كده، روح اقول له كده شو اي بي راوت، هتلاقي ان في ديفولت راوت بس هو مبعوث بالايه. تمام. هو كده المفروض لما نروح كده على النيبور ده اقول له كده يورينا الراوتينج تيبل بتاعه شو اي بي راوت، مفيش برضه ديفولت راوت هنا. المشكله دي مشكله بسبب الادمنستريتيف ديستانس.
لو رحت كده على الراوتر ايدج 1 او ايدج 2، ده ايدج 1 اهو، اما اقول له شو بي جي بي اي بي فيرجن 4 يونيكاست وبعدين انتر، شو اي بي روت، وبعدين اقول له تاني انتر كده. هو المفروض انه عارف ديفولت روت عن طريق الاو اس بي اف، والادمنستريف ديستنس بتاعته مفروض بواحد. ليه ده ستاتيك روت؟ طيب نروح كده على اي اس بي 2 ايدج ونشوف تاني الدنيا بتاعتنا عامله ايه. طيب انا عايز المعلومة دي استفيد منها، هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحل الموقف ده بان الراوترز دي شغالة بال اي جي ار بي، الثلاثة دول مع بعض. الاول انا هروح على الراوتر ايدج 1 ده، اي اس بي ايدج 1، اي اس بي 1 ده كور، اي اس بي ايدج 1 انيبل شو رانينج كونفيجريشن سيكشن راوتر بي جي بي، طيب وبعدين نروح كده نقول له زي ما احنا شايفين كده هو داخل في نيبر ريليشن شيب مع أربع اتنينات، تمام جدا. احنا قلنا له يعمل ريديستريبيوت للراوتس بتاعت ال OSPF 1. طيب نقول له كده ممكن ادخل على الكونفيجريشن مود وادخل على راوتر بي جي بي 1 بي جي بي 100 واقول له نتورك 0000، وبعدين اقول له كده ديفولت داش انفورميشن اوريجينيت انتر. الطريقة دي انا بادفرتايز بيها برضو ديفولت راوت بالبي جي بي للنيبرز بتوعي. خليني اروح كده على اي اس بي 2 ايدج اقول له شو اي بي راوت. دلوقتي انا بقى عندي ديفولت راوت، تمام جدا. بس عشان يبقى فيه ريدندنسي انا برضو هخش هنا على الراوتر ده اي اس بي 1 ايدج، بس خليني الاول كده اروح على اي اس بي 2 كور اقول له كده وريني الراوتينج تيبل. انا بقى عندي ديفولت راوت، يعني المفروض ان سوهو 6 ده المفروض ان هو دلوقتي يقدر يبينج. لسه الباكت بتقف، خلينا نشوف هي بتقف عند مين. هي
هي بتقف عند 41، بتقف عند 193، 1113. واحد واحد تلتاشر اللي هو بتقف هنا. واحد واحد هنا بتقف هنا. طب ماشي، عشان احنا ما عملناش ده، بس يعني لازم نروح هنا كده على اي اس بي 1 اتش 2 برضه، نادفرتايز من خلاله ديفولت راوت انيبل شو اي بي راوت. تمام، برضو هنروح عليه كده configure terminal، وبعدين هنقول له الاول نحاول ان احنا نبينج على الانترنت منه كده. هو عنده مشكلة اساسا في انه هو نفسه يوصل للانترنت. طيب ليه؟ لان هو مكتوب ان هو بيوصل للانترنت من خلال 193 واحد واحد عشر. شايفين فين؟ 193 واحد واحد عشر بالنسبة للراوتر ده، هو ده. طيب انا ممكن اروح هنا كده، لان دي مشكلة احيانا بتحصل، اروح على اي اس بي وان كور اقول له كده لو سمحت بينج على 4 8. لا هو بيبينج تمام، هو بيبينج تمام، مفيش مشكلة. طيب نروح على اي اس بي 1 اتش، اي اس بي 1 اتش 2، نقول له تاني يعمل بينج على 4 8. طيب ليه الكلام ده؟ خلينا نقول له كده configure terminal، وبعدين نقول له no ip domain dash lookup عشان التريس راوت يمشي معانا كويس. وبعدين هنقول له سمحت اعمل تريس راوت على 4 8. الباكت بتقف عند 193 واحد واحد خمسة. فين 193 واحد واحد خمسة؟ اللي هو هنا. طيب ممكن دي تكون لوب، خلينا نروح على اي اس بي 1 اتش، اي اس بي 1 اتش 1، ونلغي الكونفجريشن بتاع الديفولت روت. نلغي ده كده، نقول له نو، و ديفولت انفورميشن اوريجينيت برضه نو. وبعدين نروح نتست تاني ان اي اس بي 2 ده، اي اس بي 1 سوري ايدج، اي اس بي 1 ايدج 2 ده، لما نروح نقول له كده يعمل بينج كده، البينج تمام. هو كان في راوتنج لوب هنا حصل، فاحنا عايزين نوصل فكره ان في ديفولت روت. طيب تمام، انا لازم اتاكد ان الاثنين دول بس عندهم ديفولت روت اصلا من غير اللي احنا عملناه ده. فانا هقول له شو اي بي راوت، ده عنده ديفولت روت اهو بيشاور على ده، و اي اس بي 1 اتش نفس الفكره اهو، دو شو اي بي راوت عنده برضو ديفولت روت. تمام، والاثنين بيقدروا ان هم يوصلوا للانترنت. دو بينج 8.8.8.8 برضو ده بيبينج. طيب انا كل اللي هحل بيه الموقف ده اني هروح على كل واحد من دول، اروح على ده الاولاني كده. ممكن اعمل حاجة بس عشان انا فتحت اجهزة كتير، انا بس ايه هاجي كده اقول له روح بقى افتح ده عشان ابقى عارف انا فتحت مين. انا عايز ده يمتلك ديفولت روت، وعايز اهم حاجة انه يقول له ده على المعلومة دي. لما نيجي نعمل بينج
من الراوتر ده على 4 8، هل هيقدر ان هو يروح؟ ما بيقدرش لانه ما عندوش ديفولت روتر. تمام. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي على الراوتر ده، انيبل كونفيجر تيرمينال، وبعدين هنقول له اي بي راوت، وهنقول له كده اي حاجه ما تعرفهاش باي سبنت ماسك ما تعرفوش، روح من خلال النكست هوب بتاعك ده 41 38 32 1. اجرب بس دلوقتي ان البينج بتاعي هيشتغل ولا لا. دو بينج على 4 8. بس برضو مش شغال. هنا اقول له دو شو اي بي راوت، هنا اقول له نو اي بي دومين داش لوك اب، طيب انا يعني تقريبا المشكلة دي هتتحل لو انا قلت له كده يبينج بس السورس، وخلينا نقول له السورس اي بي بتاعه 193.1.2.1. اقول له تاني دو بينج على 4 8، والسورس اي بي هيبقى 193.1.2.1. نشوف كده. طيب خليني بقى اقول له كده نو اي بي دومين داش لوك اب، وبعدين هقول له شو اي بي راوت، سوري مش هقول له تريس راوت 4 8، بشوف الدنيا تقف عند مين. هي بتقف عند الراوتر ده 64.1.41، سوري 38.32.1، بتقف عند ده. طب ليه بتقف عند ده؟ خليني اروح كده عنده اقول له يعمل بينج تاني، دو بينج على 4 8، المفروض ان البينج من عنده تمام مفيش مشاكل. طيب انا بدور دلوقتي على حل عشان اعرف الراوتر ده ديفولت روت. لو انا جيت على اي اس بي 1 ايدج 1 وقلت له تاني شو اي بي راوت، ده اي اس بي 1 ايدج 1 هو عارف ان الديفولت روت بتاعه 193.1.1.6 اللي هو ده. تمام، وده موصله للنتورك عادي جدا. المعلومة دي هو عارفها بالـ OSPF. I think ان ممكن احل الموضوع ده ازاي. اروح كده على ISP1 core وما اعملش advertisement للمعلومة دي بالـ OSPF. يعني اجي كده اما اقول له show running configuration، وبعدين section، وبعدين هقول له راوتر بي جي بي، راوتر او اس بي اف. انا دلوقتي عامل ديفولت انفورميشن اوريجينيت بالاو اس بي اف. الاو اس بي اف الادمنستريف ديستنس بتاعته 110 110،
لكن انا لما رحت هنا عملت ادفرتايزمنت بالبي جي بي، لان ده يبقى ديفولت روت، لان دول شايفينه شايفينه من ان هو اي بي جي بي نيبور، فالابليكيشن ريسيستنس بتاعته 200، فهم فضلوا ان هم يشوفوا اللي بالاو اس بي اف. طيب انا يعني عشان احل الموضوع ده، انا هاجي كده اخش على الكونفيجريشن مود واقول له راوتر او اس بي اف 1، وهاجي على السطر ده اقول له نو. طيب بعدين اكزيت كده. دلوقتي لو رحت على اي اس بي 1 اتش 1 وبصيت كده على الديفولت روت اللي موجود عليه شو اي بي روت، هو ما عادش عنده ديفولت روت. هروح على ده واعمل كده على اي اس بي 2 اتش 1 اي اس بي سوري اي اس بي 1 كور، وهقول له راوتر بي جي بي 100، وهقول له ديفولت داش انفورميشن اوريجينيت بس بالبي جي بي، وخليني اروح كده على اي اس بي 1 اتش 1 اشوف هل بقى يمتلك ديفولت راوت ولا لا. شو اي بي راوت لسه. ليه لسه؟ لان لازم اجي عشان ادفرتايز ديفولت راوت هنا، لازم اجي كده على اي اس بي 1 كور وازود كده نتورك 0000. خليني اروح تاني على اي اس بي 1 اتش اقول له تاني شو اي بي راوت، مفيش حاجة برضو. خليني اروح على اي اس بي 1 كور واقول له بلاش دي. او خلي الكونفيجريشن هنا تمام، بس انا عايز اروح على اي اس بي 2 اتش 1 اشوف كده، اراجع الاي اس بي 1 سوري اتش 1 ده، اروح اراجع كده الكونفيجريشن بتاع البي جي بي عليه. شو running configuration section router بي جي بي. طيب على الراوتر اللي تحت ده كمان اروح اراجع كده الكونفيجريشن. شو اي بي راوت تمام. دلوقتي دول افتقدوا الديفولت راوت، فبالتالي هما كمان مش هيعرفوا يخرجوا على الانترنت. بينج على 4 8، مش هيعرف يخرج على الانترنت. هاجي على الراوتر اللي هو الكور، هو ده اللي بيخرج كل التوبولوجي دي على الانترنت. شو اي بي راوت بس على الكونفيجريشن واقول له نو سي دي بي ران، علشان الرساله بتاعه دوبلكس ميس ماتش، اتاكد ان ده لسه بيخرج على الانترنت عادي تمام. اروح تاني على اي اس بي 1 اتش شو اي بي راوت. اي اس بي 1 كور
هو دلوقتي عليه ديفولت روت، المفروض ان هو ستاتيك روت. طيب انا ممكن اجي اعمل كده، اخش على كور، اعتقد ده هيحل المشكله. يعني اقول له راوتر بي جي بي، هشيل خالص الكومنت اللي انا عملتها دي، وديفولت انفورميشن اوريجينيت، وهقول له بس اعمل ريديستريبيوت للستاتيك راوت. ليه؟ لان هو شايف الديفولت راوت ده على انه ستاتيك. اروح كده على اي اس بي 1 اتش، اشوفه هل امتلك ديفولت راوت ولا لا. برضو لا. خلينا اروح على الكور، واقول له كلير اي بي بي جي بي all neighbors. انا دلوقتي رحت عملت تاني clear the neighbor relationship ISP 1 edge 1. دلوقتي اما اروح كده واشوف شو اي بي راوت، برضو مفيش. طب احنا رحنا على الكور وقلنا له شو running configuration section router بي جي بي، شو اي بي راوت. انا مشكلتي دلوقتي ان انا عايز اخرج النتورك دي بالانترنت، بس دلوقتي في الوضع الراهن مفيش حد هيخرج بالانترنت الا اللي واصل بالراوتر ده بس. ده وده، ده دلوقتي افتقد الديفولت راوت اللي هو معمول عليه ده اي اس بي 1 اتش 1. شوف تاني شو اي بي راوت. طيب شو running configuration section router OSPF. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلية دول يعرفوا يطلعوا على الإنترنت، الاتنين دول، ان كنا رحنا على الكور قلنا كده. طيب خليني اشيل بقى الحاجة اللي انا مش هستخدمها، ان انا هقول له نو ريديستريبيوت ستاتيك، وبعدين هخش على راوتر او اس بي اف 1 واقول له كده ديفولت انفورميشن اوريجينيت. ده على الاقل هيخلي اي اس بي 1 ايدج يبقى فيه ديفولت روت اهو، وهيخلي اي اس بي 1 ايدج 2 برضو فيه ديفولت روت. طيب تمام، اما نروح كده على ISP2 edge 1، المعلومة دي مش بتتنقل. شو IP route
دلوقتي انا لو جيت قلت له كده يعمل بينج على 4 8، خلينا بس نخش كده ونقول له نو سي دي بي ران عشان ما يحصلناش انتربشن واحنا بنعمل ترابل شوت. بينج على 4 8، المعلومة دي بتقف ليه؟ بتقف علشان الباكت بتطلع بالاي بي بتاع الانترفيس ده جيجا 0 على 1، والراوتر ده مش عارف جيجا 0 على 1. يعني انا لو جيت عملت كده هنا كابتشر على الترافيك في المنطقة دي كده، له الاي سي ام بي باكت وبعدين رحت كده بدل التريس. ايوه عملت بينج من هنا كده. بص هي الباكت وصلت بس المشكلة ان الراوتر ده يعني الباكت اهي اتبعت بس مفيش ريبلاي بيجي. 41 38 32 2 ده بيبعت ل 4 8. طيب لو غيرنا السورس اي بي، يعني لو خلينا الباكت دي تطلع بالسورس اي بي بتاع الانترفيس ده، هنقول له سورس 193.1.2.1. الباكت دلوقتي المفروض انها هتغير السورس ادرس بتاعها. يعني هي الباكت بتوصل لحد هنا وبتقف عند الراوتر ده. خلينا نشوف الراوتنج تيبل بتاع الراوتر ده كده. اي اس بي 1 كور، نشوف ايه اللي هو عارفه. شو اي بي راوت بي جي بي الاول. بالبي جي بي هو عارف ايه؟ هو عارف دول، ما يعرفش خالص 193.1.2، وهو اكيد مش هيعرف دول. بس ليه ما يعرفش 193.1.2؟ المفروض ان دول قايلين له عليهم. اما نروح كده نقول له شو بي جي بي اي بي فيرجن 4 يونيكاست وبعدين نقول له انتر. شوفوا في حاجات قدامها ار اللي هي ايه؟ اللي هي 64.1. تمام، الحاجات اللي هي دي علشان هو مش هو بقى مش عارف خالص 193. ليه مش عارف 193؟ خلينا نروح على الراوترز دي ونشوف الكونفيجريشن بتاع البي جي بي ايه عندهم. يعني الراوتر ده لما نروح نعمل برضو كده الراوتنج تيبل بتاعه اي اس بي 1 اتش، اقول له كده شو اي بي راوت بي جي بي، هم عارفين دول 193.1.2 عارفينهم، عارفين ده. يعني لما تيجي تقول له يبينج على 193.1.2.1 هو بيبينج. طيب المعلومة دي ده ما بعتهاش لده. شو running configuration section router bgp.
انا بتشك بقى مين النيبرز بالبي جي بي، فاربع وحيد ده واربع وحيد ثلاثيات ده، الاثنين المفروض ان هما ممبرز في البير جروب اي اس بي 1. طب هو الراوتر ده ليه مش بيعرف 193 واحد واحد؟ لازم نروح نتشيك الفلتريشن ده. شو اي بي اكسس داش ليست، طيب هي الفكرة كلها في دي، عارفين ايه المشكلة؟ على اي اس بي 1، على اي اس بي 1 اتش 1 احنا قايلين ايه؟ ما تبعتش لأي نيبر من نيبرز بتاعتك 193 أي حاجة، لا كانت لازم تبقى أكثر تحديدا. يعني احنا لازم ندخل هنا كده، دي هي المشكلة أنا هصلحها الأول في الراوتر ده. هقوله كده نو اي بي اكسس داش ليست، وبعدين ستاندرد، وبعدين اسمها فلتر اندرسكور لوكال، بعدين هعملها تاني. هو انا مش عايز اي حاجة اقولها 193، انا عايز دي الداخلية بتاعته 193 واحد واحد اي حاجة. فانا هدخل جوه الاكسس كنترول ليست، السطر الاولاني اللي هو ديناي واحد واحد اتنين ده مفيش فيه مشكلة، والسطر التاني ده 103. يا ريت فاتح المايك من غير لازمة يقفله. 193 واحد واحد زيرو 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 255، بعدين برمت ان. هقول له رايت، وبعدين هقول له كلير، كلير اي بي بي جي بي اول انتريز. نروح تاني كده على الكور ونشوف دلوقتي هو شاف ايه. شو اي بي راوت بي جي بي، انتظر بس شوية كده. اقوله كده شو بي جي بي، وبعدين اي بي فيرجن 4 يونيكاست، طيب نروح على اي اس بي 1 اتش تاني. شو اي بي راوت بي جي بي، كده هو مش شايف اي راوت بالبي جي بي تماما. ليه بقى؟ شو بي جي بي اي بي فيرجن 4 يونيكاست،
اه دلوقتي شافهم اهو. طيب نروح هنا كده على اي اس بي كور، نقول له تاني كده شو اي بي راوت. هو شافها خلاص اهو، هو كان تأخير بس شاف النتورك دي. طيب يعني انا دلوقتي اما اجي كده على الراوتر اللي هنا اي اس بي 2 ايدج 1 واقول له كده بينج، خلاص طلع على الانترنت كده. تمام، لازم اروح اغير الموضوع ده هنا برضو، كانت مشكلة في الاكسس ليست اللي هنا. عادي جدا ان انا اقضي الوقت ده في الترابل شوتنج. اروح على اي اس بي 1 ايدج 2 لان برضو كان معمول عليه نفس الاكسس ليست بنفس الغلطة. انيبل هقول له كده شو اي بي اكسس داش ليست. انا برضو مشكلتي في الانتري ده اللي مش محدد. اخش على كونفيجريشن مود وبعدين، بس الاول خليني اروح كده على سوهو 6 اتاكد ان الدنيا بتاعتي تمام برضو، عشان انا من الاساس كنت عامل ده كله علشان اخرج على الانترنت. بيقول لي ان في مشكلة. طيب هنشوف المشكلة، بس الاول ايه نطلع الراوترز دي. احنا هنروح على اي اس بي 1 اتش 2 انا مش فاهم برضو ايه لازمة، ايه داعي نو سي دي بي ران. هقول له اي بي اكسس داش ليست ستاندرد واسمها فلتر اندر سكور لوكال. هنقول له بس نو وبعدين نعملها تاني. هقول له ديناي، يعني ممكن اقول له كل اللوب بيكس اللي هو بيعرفها. وديناي 193.1.0.0.0.0.255 وبرمت اي حاجة تانية ولا في اي حاجة تانية كانت موجودة. 64 كمان 1.1.8 تمام. كان اقول له برمت اني بعدين دلوقتي هقول له دو رايت. بعدين خلينا اروح على الراوتر ده. شو اي بي راوت هقول له برضو انا عايز اعمل ديفولت روت نيبل كونفيجر تيرمينال. هو دلوقتي طبعا دو بينج مش هيعرف يبينج على 4 8، بس المفروض ان انا دلوقتي اقول له كده اي بي راوت اي نتورك ما تعرفهاش باي سنة مصر ما تعرفوش، روح من خلال 41.38.32.9 ومن خلال 13 شو اي بي راوت. المفروض دلوقتي عنده ديفولت روت. طيب خليني اقول له بقى بينج تاني على 4 8 كده، بس السورس اي بي سورس اي بي. وهقول له الاي بي 193.1.2.9 سورس 193.1.2.9 تمام.
رايت. انا بس عايز بقى اشوف اي سوهو واندا ايه اخباره، شو اي بي راوت، هو عنده ديفولت روت بيقول ان اي حاجه مش هيعرف يوصلها يروح يوصلها عن طريق ده. طيب المفروض ان لما اجي اعمل بينج على 4 8، تمام، في مشكله في الغالب الباكت هتبقى واقفه عند ده، عند اي اس بي 1 كور. نروح كده على اي اس بي 2، سوري اي اس بي 2 كور، نلاقي ان هو معلهوش ديفولت روت. شو اي بي راوت، ماشي، هو معلهوش ديفولت روت. خلاص كده بقت الدنيا سهلة، احنا شغالين بال اي جي ار بي هنا وهنا. فانا ممكن اجي على كل واحد من دول، على اي اس بي 2 ايدج 1، وادخل على الكونفيجريشن مود، وادخل على الانترفيس اللي موصلني بالراوتر ده، انترفيس جيجا 0/3. واقول له اي بي سامري ادرس، وبعدين اي اي جي ار بي الاوتونوماس سيستم بتاعه 64512، وادفرتايز ديفولت روت. منروح كده على الكور، نقول له دلوقتي شو اي بي راوت، هو بقى بيمتلك ديفولت روت، هل هيقدر ان هو يبينج على الانترنت؟ تمام، يبقى اكيد الصوغ ده كمان ان شاء الله هيقدر يبينج على الانترنت. خلاص كده انا حليت كل مشاكلي، بس عشان يبقى فيه ريدندنسي اروح كمان ادفرتايز بالاي جي ار بي ديفولت روت هنا، عشان لو اللينك ده وقع اللينك ده موجود يطلعني. يعني برضه هروح كده على المفروض اي اس بي 2 ايدج 2 باي اس بي ايدج، تمام، هقول له كده شو اي بي راوت، ده اللي احنا اشتغلنا عليه وعملنا الديفولت روت. خلينا نقول له كده هدخل برضو عليه واقول له انترفيس كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0/3. اي بي سامري ادرس اي اي جي ار بي 64512 0000 0000، وبعدين دو رايت. اتاكد بس ان سوهو 2 سوهو 6 ده لسه بيريتش الانترنت، تمام. طيب اتاكد كمان ان النت بتاعي تمام، هقول له 192.168.1.1 بينج، تمام. عشان نعمل الكوماند ده ندخل على الانيبل وبعدين نعمل الكوماند، تمام. انا دلوقتي اتأكدت ان الراوتر ده بيقدر ان هو يعمل انترنت اكسس. خلاص